شكرا لكم لحضوركم المبهج والمبهر. حقيقة حينما نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي وعن العالم الافتراضي معنا، نتكلم عن عالم شاسع. نحن بالكاد نحبوه. بدايتنا نتعلم الأشياء فقط، نحن نحاول أن نلامس فقط، خاصة في زمن لا يقين. بتعبير أرامكو، لا شيء يمكن أن نستكين عليه اليوم. مضى عهد اليقينيات، لا وساغة يمكن أن يضع الإنسان عليها رأسه بينعمى بقناعات كسولة. كل شيء متحول، كل شيء متغير، والفكر يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى نوع ينصت إلى الضوارع التي تقوله، يحتاج إلى تأمل كبير جدا وجهد. ما كيجي في كلمة صعوبة شيء تغض الظاهرة، تجد نفسها تحولت بسرعة، أصبحت كائنا آخر. وش وظيفتنا؟ هي وظيفة قضائية، باش نحطوا وسائل التواصل الاجتماعي نديروا لها محاكمة. هل نحن مؤهلين لذلك؟ وهل هذه الوظيفة تصلح لنا وتصلح للجمهور المستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي ونحن منهم؟ نحن ما نتكلموش على شيء انسان في جزيرة اخرى يستعمل، نحن مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي. جيد، هل يمكن ان نشيطن وسائل التواصل الاجتماعي؟ هي أسئلة يجب أن نثير الفهم، محاولة الفهم. وباش نبداو كنعتقد أن نتفق شوية على شنو هو الافتراضي. الكثيرون كيعتقدوا الافتراضي هو ضد الواقع. هذا نصحوا لكم، لا يجب أن نخلط بين الافتراضي والوهم، ولا بين الخيال والافتراضي. إن الافتراضي وجود آخر مغاير. ننتقل من الواقع إلى الافتراضي، أي ننتقل إلى وجود مغاير له خصائص معينة. أصبح جيننا جين يقيم في الافتراضي، ولا يقيم في الواقع إلا بغصي البيض ليعيش. فالافتراضي لا يشير بالضرورة على عدم الوجود أو غياب الفعل، كما يقول بيير ليفي في كتابه عالمنا الافتراضي، إنه بحسب أصل الكلمة اللاتيني يشير الافتراضي إلى انتقال من الوجود بالفعل إلى وجود ممكن أو الوجود بالقوة. أو كما يقول دولوز، الافتراضي هو الممكن الحقيقي لا ينقصه سوى الوجود. أو بتعبيره، يملك الافتراضي واقعا كاملا بصفته افتراضية. أعتقد ما نحن حوج إليه وهذه المدوية جزء من محاولة فهم خصائص هذا الزمن الافتراضي. أربع أسئلة أكبر من مجرد المستخدمين والتفاهة وغيرها. نحن تقلنا على عتبة انتقال كبير في تاريخ الإنسان. ننتقل من إنسان العالم لمصرفين نقول إلى لومو كونيكتي، الإنسان متصل. ويؤرخ لبداية هذا الإنسان حسب الدراسات البريطانية خاصة الأمريكية ابتداء من 1985، لدرجة أنه يمكن التساؤل، هل العلوم الإنسانية يعني النفس المجتمع الأنثروبولوجيا وغيرها التي أنتجت لإنسان القرن 19 والقرن 20 لا زالت حاضرة على أن تشكل فهما إطارا لفهم إنسان القرن 21؟ كما تعلمون غير حنا دائما جينا في اللحظة ديال اللي كيكون فيها يلاه تيحدث الزلزال، تيكون الخطر قوي والإحساس به قوي، أنه قائم وقادم وآتي ولا ريب فيه. كيف يمكن أن نتحكم في هذا وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الذي
نستخدم الايجابيات الناتجه عنها اكثر من السلبيات، ماشي بهذا الرقابه باش نكونوا واضحين. انا لست مع الرقابه، قوانين الرقابه يمكن ان اقول لكم ان الرقابه اسوء مفرده انتجتها تاريخ الصحابه على الاقل. فلا يمكن ان نلجا الى القوانين وحدها لكي نحد مما يسمى بالتفاهه. التفاهه النظاميه سابق على وسائل التواصل الاجتماعي وكانت قبلها. التفهيم في السياسه هو التفهيم في المثقفين او مدعي الثقافه، التفهيم في كل فنون الابداع من تشكيل الشعر الى الروايه الى المسرح الى السياسه والاقتصاد اشبه يعني. فقط ان وسائل التواصل الاجتماعي سرعت ووسعت مساحه انتشار الرداءه، واصبح حتى ذوي الحظ باقيين من المعرفه يفتون في خطوتهم مش وسائل التواصل الاجتماعي، في المصداقيه التي تاتي من وسائل الاعلام السمعي البصري ومن الاعلام المكتوب الذي يتهافت حول هؤلاء، هم الذين يعطون السلطه. فبالتالي اعتقد ان هناك ضروره تمييز بين الفوضى والحريه، الجوده والتفاهه، باش نفهموا التحولات الكبرى القادمه مع التطور المتسارع والنهج التكنولوجيا الرقميه، وفهم طبيعه هذه التحولات في ابعادها الماديه والعنصريه والتواصليه والاجتماعيه هي الكفيله باتخاذ موقف ايجابي من وسائل التواصل وفق ما يخدم سعاده الانسان، وفق ما يراكم الجوانب الايجابيه في كل ما وصل اليه الانسان من بناء حضاري كفيل بان يتعزز في العالم استمرارا. وسائل التواصل الاجتماعي هي قسم او هي جزء من تقاسم العام الذاكره المشتركه، فائدتها لا تحصى. الخطوره اين تكمن؟ تحدثت صديقه زهور برهان عن السرعه، هي السرعه والانتشار اليوم هو اخطر ما يبدد الكيانات. السرعه في الارهاب، السرعه في الاضرار المستهلك بتوزيع اعلانات مكتوبه في الاعتياد الرقمي، في التفاهه، وايضا غياب نماذج ايجابيه للنجاح. مش نماذج ايجابيه، كري كان عندنا معلم تيقول كون غير بحال المعلم بحال الفقير بحال الاستاذ بحال كذا، كاين نماذج ايجابيه للنجاح. اليوم لا يوجد نموذج للنجاح. النماذج الايجابيه للنجاح هي نماذج الهضروب اللي مشى حرك وجاب سياره هذيك كابوطه وكذا، نماذج اخرى ظاهره دارت بخير وغاضيه. دونك نماذج النجاح اصبحت هي النماذج السيئه للاعتداء، وهذه النماذج للاسف تتوجد نفسها في صوره تتوجد نفسها مبجله مكرمه معززه. رغم تدير واحد الميتر بسيط تقارنو بين قوسين بين الله العروي عنده ميكروفون واحد وبين مرتفع عنده 50,000 يعني ميكرو، يعني كأن الميكروفونات يعني عوضات صحفيين. أعتقد أن أهم ما يمكن أن نواجه به الانحرافات القادمة من وسائل التواصل هو التربية الإعلامية. هذه أول شيء، راه خصنا نوعى على الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. تقول دراسات أمريكية 50% لا يقرؤون شروط الاستفادة، ما عارف. يجب أن نحمي المستخدمين من أنفسهم مما ينشرون لا يعرفون. هذا الوعي والتربية هو الأساس اللي غنضمن به خلق مناعة ثقافية، خلق مناعة أخلاقية لدى المستخدمين من أولادنا. فللأسف المدرسة، ما نقدرش نقول المدرسة هي الوحيدة القادمة لهذا الشيء، لأن المدرسة اللي كانت رائعة
إذا تغير صحت متخلفة. المجتمع كله كيتطور إلا المدرسة المحيطة كيبقاو تاتا. وخصها وقت طويل باش تغير البرامج وتغير كذا. إذا ولات هي بصراحة مشكل كبير جدا. في ذلك أرى أن السينما ووسائل الإعلام هي أكبر من يمكن أن يقوم بهذا التنشئة الاجتماعية. عندنا كيفاش يمكن نعملوا على التوعية. هذه التوعية بعدا خصنا نفهموا أن اللوغاريتميات اللي كاينة التواصل الاجتماعي هو وسائل التواصل الاجتماعي الذي يغرينا فيها هو المجاني. حينما يكون هناك انسان شيء مجاني اعلم ان ذاتك هي البضاعه. ان بياناتك مدفوع من صدق. الكثيرون يضعون كل بياناتهم، يضعون صورهم الحميميه جدا، يدخلون اطفالهم في فيديوهات وغيره، ينتهكون حرمة هؤلاء الأطفال. هذا هي الوعي. هي الوعي لدى كل. أحيانا الناس يفعلون ذلك فقط لايكات، أي أنه يجذب الكثير من يحبون مادته ويحبون هذه الصور المختلفة وغيرها. أما البعد الغرائزي الإباحي فأقول لكم فين هي صاركون؟ فين هو نيمة؟ مو الكاسكيطة مو الكلاحة مو الشليطة. الغرائز تنطفئ بسرعة. ماشي هي الخطورة وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي باش نبني تنتكلمو على التفاهم كنتكلمو على التفاهم عن السيستيم. كتنجو للمدرسة كينجو يقدر ينجو للمسجد كتنجو للشارع كينجو للتلفزيون كينجو. الخطورة هو الإعلام الإلكتروني المحسوب على الصحافة والذي يستقي مواده كلها من وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو كيعطي الشرعيات. من يعطي الشرعيات للاسماء العابره والتافهه هو اخطر من المحتويات المنشوره في وسائل التواصل الاجتماعي لكن لديها جمهور خاص. الغرائز تنطبق بسرعه. فكذلك كنذكر الاسئله اللي راجت مع الترابور في المغرب حول الخوف من قنوات إباحية على أطفال، لدرجة أنه رفع قانون إلى البرلمان على عهد الوزير العربي للسالم، وقاوم ذلك بشدة. لا يمكن شنو قالوا في القانون؟ أن يحجبوا على القنوات الإباحية. كان عندنا تخوف أيضا من يظهر الفيديو، خوفا من الشرائح الإباحية. اليوم لا أحد يأتي بالفيديو. الخطورة في التفاهم أنها تصبح لها وسائل ديال الدعاية وكتصبح وسائل الربح. كتولي تجيب الفلوس، كتخلق مناصب الشغل، كتخلق وظائف موازية أخرى. فختاما أنا أعتقد أنه لا يمكن أن نفكر في قانون 2020 كامل. الحمد لله خصنا نفكر انه كل واحد وسائل التواصل الاجتماعي تغير حياتنا بشكل كبير. التكنولوجيا عامة هي تغير حياتنا ولها تأثير كبير. يجب ان نعي هذا التحول واعتقد انه كل واحد لو وعينا المستخدمين فقط بشروط الاستخدام اللي وضعها وسائل التواصل الاجتماعي. رحنا كاين دراسه تقول لك مثلا الى نجحنا انه ما تكونش الصور الوهميه والاسماء المزوره. الدراسات اللي انجزت في هذا المجال قد تقول بان الذين ينشرون صورهم الحقيقيه او على الاقل اسماء وهويتهم شخصيتهم واقعيه كيكونوا اكثر حكمه واكثر اتزانا. واحد مخبي مورا هذا يمكن ان يقوم باي شيء باي حماقه. ولكن علاش كتحرك الاجهزه يكون حينما يكون الامر يتعلق بتوظيف هذه
كاين طرف فيها هي مسيوعه لا تفتحها دوك راك خصنا الوضوح ما هو بحال اللي كاين الغموض وظيفه الصحفي في المجتمع انا الان نقول لكم نتكلم عن هذا الفرق الان تتسال شنو هي وظيفه الصحفي في المغرب واش كاين شي قانون واش كاين شي كيحدد من غير خلينا الاخبار لا وظيفه المجتمع كيفاش المجتمع المغربي تيتصور الصحفي وظيفته وكيفاش الصحفي اللي كيدخل عارف شنو هي وظيفته لا شيء حتى اننا ملي انتقلنا للمهنه وقلنا الصحفي يعني وغيره وباقي شنو هي الوظيفه راه في الشيء شكرا لكم.